هي عقوبة من نسي القرآن الكريم ومتى يعذر المرء في ذلك؟ من نسي القرآن الكريم نتيجة مرض أو نتيجة إصابة لا حرج عليه بذلك، أن هذا غير اختياره. وأما من نسي القرآن الكريم نتيجة إهمال وعدم محافظة على تلاوته فهذا يكون قد خسر خسارة كبيرة نتيجة إهماله وفقد خيرا كثيرا. أما أنه يأثم على النسيان هذا يحتاج إلى دليل، ولكن نقول أنه فقد نعمة عظيمة وخسر خسارة كبيرة. والنبي صلى الله عليه وسلم أوصى بتعاهد هذا القرآن، قال تعاهدوا هذا القرآن أنه أشد تفلتا من الإبل في عقلها أو أشد تفصيا من الإبل في عقلها، مما يدل على أنه مطلوب ممن حفظ القرآن أن يتعاهده بالتلاوة وأن لا يمر عليه السحر على العقل إلا وقد أنهى تلاوة القرآن، وإن قرأه في ما هو أقل من ذلك فهو أفضل. جزاكم الله خيرا.